أتنا السلام وأتحفكم برحمته السلام وبوأكم مساكن طيبات تحية من تبوأها سلام. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. القرآن هو النور المبين، وسنة الهادي البشير هي الصراط المستقيم. أقسمت بالله رب الجن والناس إني وإن قل حظي من تمثلها تبلى عظامي وما قلبي لها ناسي. فمن نكح إلى عهد وإيماض وإكليلي مع رضاب سائغ طعمه لي كل وقت منه كأس دهاق. بالأمس والزرياب يبدو لنا من شرف يعلو جميع المراق. واليوم ذا الجادي يدنو لنا مثل أصيل الشمس في الائتلاق، من لم يكن ينعم في روضه فما ما له في شمم من خلاق. إنه الجادي المدود، إنه الجادي المدود في صبر النبي الرؤوف، في صبر النبي الرؤوف. دمانا فداه وآباؤنا، فما غيره اليوم من مفتدى. فهذا هو الإصدار السادس الذي يشدو لنا فيه الشيخ بكلمات نيرات عن صبر خير البرية. هيهات أوفي القول في خير الورى من بعد ما صدعت بمدح النون، لكن أعيد القول فيه لعلني من تابعيه الفائزين أكون. صبر النبي صلى الله عليه وسلم صبره ما صبره، فهو سيد الصابرين. عاش مرارة ولوعة اليتم في أعلى مراتب. ألم يجدك يتيما فآوى. كان صلى الله عليه وسلم سيد الصابرين. مات أبوه ثم توفيت أمه وقد تعلق بها قلبه فعظم يتمه، وفي أشد اليتم زاد مجده. توفي جده وهو يناهز الثامنة من عمره، فضمه عمه أبو طالب، ومات عمه وزوجه الكريم، واعتصم النبي بالله العظيم. وبعد حزنه على عمه بأيام فجع بزوجه ورفيق دربه أول من آمن به وواساه وصدقه وخفف عنه، فلم يفقد صبره. مات بنوه كلهم في حياته سوى فاطمة، فكان أرسى من الطود المنيع. أقسم بالله أن لم يصبر في الخلق مثل المصطفى محمد، إنه صبر من أنزل عليه. أصبر صبرا جميلا. ففي دعوته إلى الله لقي ممن كان يدعوهم إلى الله ما يشيب النواصي ويهد الصياصي، وهو مع ذا صابر صبر المستعلي ثابت ثبات الواثق المستولي. فصبر على أذى المشركين والمنافقين، ما تركوا حيلة يظنون أن ستنفعهم في أن يثنوه عن رسالته إلا طرقوها. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. أغروه بالمال والسيادة والنساء، فما التفت إلى ذلك ولا نظر. حاولوا أن يضغطوا عليه بعمه أبي طالب، فما أثر فيه ولا انكسر. ولم يدع دعوتهم، ظل صابرا يدعو إلى الله لا يصده صاد، ولا يحول بينه وبين دعوته ناد. واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. آذوه أبلغ الأذى فصبر، استهزؤوا به وسخروا وهمزوا ولمزوا وسبوا وشتموا. اصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فبرغم الأذى والصد عن دين الله نقول لهم: فاخسؤوا رغم أنفكم واسمعوها، ولتموتوا بغيظكم يا شواني، لقد رفع الله ذكره. أشهد أن محمد رسول الله. هذا هو القائد العظيم. يمر عليه الهلال والهلال والهلال، ثلاثة أهلة في شهرين، وما أوقد في بيته نار. القائد العظيم محمد رسول الله. يقوم ليلة من الليالي ويقول: يا عائشة ذريني أتعبد لربي، لأنه أعلم الخلق بالله وأخشاهم له. الجادي المدود في صبر النبي الرؤوف. إنه درس للدعاة والمصلحين ألا ييأسوا من النصر والتمكين، فهو آت لا محالة ولو بعد حين. لكن أمتنا في شتان، أمة مطعونة في الظهر أقصى الطعن، بعضها يحتمل الهم وجل في سبات. هدف لكل رام، غرض لكل طاع، أحزانها عويل وبكاء، وأفراحها تصدية ومكاء. احتفل العدو غيبتها فنفض عيبتها وأهان شيبتها.
حياتها ووقف لها بكل مرصد ليغتال قوتها التي تسود العالم بها. فتأثرت العقول واسترجلت فيه بعض النساء فلهجن بالمساواة والتحرير بعقول أرق من قطمير، أو كن البيوت للخادمات وهمن على وجوههن مطالبات بقيادة السيارة مرة وممارسة الرياضة في الأندية أخرى وأن تكون الوالية والقاضية ثالثة. فتركت المطبخ والتنور وبدأت في حلقة الفراغ تدور. أين الرجال؟ لم يعد للرجل قيمة مثله مثل البهيمة. ما المخرج من هذا كله؟ من لم يكن جاريا في سنة الهادي وما لروضتها الغنى بمرتادي فذاك زائغ قلب غير منقاد. وأخيرا نحن الذين بحسن الخلق قد فتحوا أقصى البلاد وبالقسطاس ساسوها. إن محمدا صلى الله عليه وسلم فتح القلوب قبل البلدان، فابذل جهدك ومهد الطريق لغيرك وأعده لمن بعدك، وعليك بذر الحب إن عليك إلا البلاغ، ولكل قوم هاد وقدوتك خير العباد. صلى عليه بارئ العباد ما أمطرت سحب وسال وادي. محاضرة لفضيلة الشيخ علي بن عبد الخالق القرني. إنه الجادي المدوف في صبر النبي الرؤوف عليه الصلاة والسلام. والآن مع المحاضرة. الحمد لله، الحمد لله أتم النعمة على الأمة وأكمل لها دينها وآتى الحكمة أهلها وتمم بمحمد مكارم الأخلاق كلها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نستظل بظلها ونحيا ونموت عليها ونلقى الله بها. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله دعا وكل نواحي الأرض مجدبة مغبرة، فإذا الغبراء خضراء أتى جموع الطغيان ففلها، وليوث الأوثان فأذلها، وعقد الشرك فحلها، ودواعي الفرقة فشلها، وأحقاد القلوب فسلها. بشر الأمة وأنذرها ودلها وسقاها بوابل أخلاق القرآن وعلها وحداها لعلها تعض عليها، ولعلها فإن حادت فواهلها وملها. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه صلاة دائمة إلى يوم تضع كل ذات حمل حملها. جزاه الله عنا كل خير ولاقته المسرة والسلام، وأسكننا بصحبته جنانا تحية أهلها فيها السلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، ريحانة الأنوف الشم وخبيئة الجيب والكم، دليلنا الهادي في بهيم الدياجي، تاج الهامة حماة الدين باليراع واللسان والصمصامة، من أحسب أنهم أولئك الخضارمة؟ خضارمة شم الأنوف جهابذ، جحاجحة بيض الوجوه عنابس، بهاليل أقمار قداميس سمح، جسومهم للمكرمات فهارس. فلو بلغ المجد السماء لأصبحت أناملهم للفرقدين تلامس. يا مرحبا مرحبا يا مرحبا بكم، يا مرحبا ذات تبذير وإسراف، وإن تكن مرحبا إكثارها سرف فليس إكثارها فيكم بإسراف. عليكم يا أحبتنا السلام، وأتحفكم برحمته السلام، وبوأكم مساكن طيبات تحية من تبوأها سلام. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كعرف الروض صافحه الندى، يزق إلى أهل المكارم والندى، ولا زال ما قام المؤذن للندى. حياكم الله وبياكم وأبقاكم عوامل رفع لهذه الأمة، وأحياكم وحي الحياة منكم وجوها إذا انجلت تعيد ضياء الصبح والليل عاكر، وجوها تجلت في سماوات رفعة كواكبها أخلاقكم والمآثر. يا ربي حببنا إلى بعضنا فيك، وجنبنا الرياء والبطر، وكلنا النور الذي نهتدي بضوئه في مظلمات الحفر. معشر الإخوة، ليس يخفى أن عموم أمتنا لعهد قريب في شتات، أمة مطعونة في الظهر أقصى الطعنات، بعضها يحتمل الهم وجل في سبات، هدف لكل رام غرض لكل طاع، أحزانها عويل وبكاء وأفراحها تصدية ومكاء. اهتبل العدو غيبتها فنفض عيبتها وأهان شيبتها، ووقف لها بكل مرصد ليغتال قوتها التي تسود العالم بها. كل ذلك عبر وسائل خسيسة قذرة تدمر الأخلاق فتذرها أشلاء مفرقة، تبيع الدين بالدنيا ولا تلقى بذا بأسا،
وقد دفنت شهامتها وقيل لأمها تعسى. يقوم عليها معتل مأجور، مختل طرطور على الخبث مأطور، قن يستطيب الصن، يجري من الخبث على نسق ومن السفه في غسق. يملي وإبليس له وزير، إياه يسترئي ويستشير، لقيط لقطاء الغرب الأقصى خلاف آية فرعون مع موسى. فرعون التقط موسى عسى أن ينفعه أن يتخذه ولدا، فكان له عدوا وحزنا. أما هذا القن فالتقطه الغرب فكان عدوا لدينه وأهله وحزنا. يصلي لقبلته التي يصلي إليها، ويخطب على الدرجة التي خطب عليها، يقول لهم مستخذيا: اجعلوني سيدا أكن لكم عبدا، وأعينوني بقوة أجعل بين قومي وبين الفضيلة ردما وأوسعهم هدما. فرشحوه لتغريب وتفنيد، واستنشدوه سفيها النسج مضطربا مستغرب المتن مجهول الأسانيد. ولولا الشعير ما نهقت الحمير، فيا عزما وحزما وانطلاقا إلى نيل الوظائف والحطام. كذبان على سقط تداعت ترنم أو تغرد بالهيام، فزادوا الطين بلة والمريض علة، وصوروا التافه خطيرا والجهام مطيرا، ويأتون المناكر في نشاط، ويأتون الصلاة وهم كسالى، وما انتسبوا إلى الإسلام إلا لصون دمائهم ألا تسالى. فهم نعل الذي يعلوهم، وعلى من دونهم فئران غابة. فأفرز هؤلاء لنا عبر وسائلهم جيلا في عمومه عليلا، يحدو من غير بعير ويسبح في غير غدير، ينام إذا حضر المكرمات وعند الدناءة يستنبه، لا يخطر لهم البذل للدين على بال ولا يدور بخيال، لا يكاد يحفظ أحدهم من كتاب الله إلا آتنا غداءنا ونقش خاتمه كلوا واشربوا هنيئا. ما عرض للمسلمين عائض إلا استنوق جملهم، وحكى صولة الأسد هرهم، واحتجوا بعدم استكمال ضرورياتهم. وسمعت من غث الكلام ورثه وقبيحه باللحن والإعراب من أمثال جحا أولى بلحم ثوره، وما يحتاجه المرء في بيته فحرام على مسجده، غروبا بلحييه على عظم زوره، إذا القوم هشوا للفعال تقنعا، إذا ما مشى أو قال قولا تبلعا. جيلا مضطربا متأنثا واسترجلت فيه بعض النساء، فلهجن بالمساواة والتحرير بعقول أرق من قطمير، أوكلن البيوت للخادمات وهمن على وجوههن مطالبات، بقيادة السيارة مرة وممارسة الرياضة في الأندية أخرى، وأن تكون الوالية والقاضية ثالثة. فتركت المطبخ والتنور وبدأت في حلقة الفراغ تدور، فإذا ما لسعتها الزنابير صاحت رفقا بالقوارير، وزاد الهم وأشجاه أن رجالهن أشباه، يسايرونهن ويجارون ويمسكون لهن الماعون، على حد قول ابن اللعبون: لم يعد للرجل قيمة مثله مثل البهيمة. متناقض فوضوي تراه يصبح مصليا صائما، ثم لا يجد حرجا في موالاة الكافرين ومصاحبة الفاسقين وأكل الربا والتحاكم لغير شرع الله بلا حياء. فإذا نوصح رفع عقيرته: أنا لا أعمل شيئا يغضب الله. يرى نفسه ولي الله، وهو أفرغ من قصب وفي الحضيض من الحسب، ضعيف السبب سيء المنقلب. ذهبت علامة رفعه وفقدت سلامة جمعه، ومالت عنده قواعد الملة وصار إلى جمع القلة، وبالا على الأمة له نحو الخنا أبواب عطف وبذل فيه تأكيد الصلات. عندها فرح الشامتون بها، ونعاها النعات على مسمع منا، وقال قائلنا: كلا إنها مريضة مشفية. فحقق الله أقوالنا وخيب أقوالهم، وكذب فالهم، وحل ما عقدوا، وتبر ما شيدوا، فاندحروا وانجحروا، ما هم إلا فارة في جحر ضب خرب. أشرقت رغم أنفهم شمس ربي، فهي أمة مرحومة محفوظة، لن يأخذ أعداؤها منها إلا كما يأخذ السيل من الصخرة الصماء. ترتد عنها الرياح الهوج خاشعة، وينثني كل وعل وهو كالحمل. دوت صيحات الإصلاح صاخة في الآذان، فتطايرت الأثقال وانفصمت الأغلال، وانطلقت تميز الأذان من المكى والتصدية والهذيان. تصلح ما أفسد العدو من سمات، وتحيي ما أمات، وتميت ما أحيا، وتبني ما هدم، وتهدم ما بنى. ترفع الحدث وتدفع الخبث، وتؤدي الفرض والنفل، وتقضي الفائت، وتحيص الشق، وترتق الفتح، وتقول: جاء الحق. لم يزل فيها عبير الوحي ما حاد عنه الشيخ أو زل الغلام. أمة الإسلام ما زال على نهجها السامي رجال لم يناموا. والليل ولى والظلام تبددا، والركب يمم للهدى، ركب طوى دربا على اسم الله والحادي حدا.
ألا أيها الأغيار فلتتيقظوا، وينهض منكم قاطن إذ رضاعن، نثير دفين العز من كل كامن، على رغم خيشوم العدو المشاحن، ونسمو بأخلاق القرآن ونرتدي رداء من العلياء صافي المحاسن، نجدد رسم الدين بعد اندثاره، ونرفع من بنيانه المتطامن، ونرعى رياض العز من كل قارة، ونترك للبيقور مرعى الدواجن. وجاء الربيع وفجر بدا، سخي الشعاع عميم الجدى، فكل على ضوئه زغردا، إلى أخلاق القرآن في سيرة وشمائل من خلقه القرآن، فهي الشفاء لنا مما نكابده، وهي السبيل إلى جنات رضوان، يشربها القلب بكأس السمع فينتشي منها بغير خمر. إنها شمس ضاحية وسماء صافية ضاحية، وروضة فوحاء زاهية، روضة فوحاء فردوسية، تلد اللذات آنا بعد آن. أتراها من حمى الفردوس؟ كلا، هي فردوس بحضن الأرض ثاني. حبوت فيها وأبوت، وعثرت فيها وكبوت، أقسمت بالله رب الجن والناس، إني وإن قل حظي من تمثلها، تبلى عظامي وما قلبي لها ناسي. فمن نفح إلى عرف وإيماض وإكليل، مع رضاب سائغ طعمه لي كل وقت منه كأس دهاق، بالأمس والزرياب يبدو لنا من شرف يعلو جميع المراق، واليوم ذا الجادي يدنو لنا مثل أصيل الشمس في الائتلاق، من لم يكن ينعم في روضه فما له في شمم من خلاق. الجادي ما الجادي؟ الزعفران المنسوب إلى الجادية من أرض البلقاء جادي، فهو نبات أجل ونفحه لا يمل، كل الرياحين جند وهو الأمير الأجل. يقول العربي مشبها وجوه الأبطال في غداة الروع بالجادي، تخال جدية الأبطال فيها غداة الروع جاديا مدوفا. وجادي هذه الليلة يفوق كل جادي، وعود هندي وعبر وردي، حكى آسا ونسرينا وشيحا والرياحينا، تضوع في نواحينا لننشق منه ما شينا، إنه الجادي المدوف في صبر النبي الرؤوف عليه الصلاة والسلام. كأنه ذهب من فوق أعمدة من الزمرد في أوراق كافور، في روضة نصبت أغصانها وغدا ذيل الصبا بين مرفوع ومجرور، قد جمعت جمع تصحيح جوانبها، والماء يجمع فيها جمع تكسير، والريح قد أطلقت فيها العنان به، فالغصن ما بين تقديم وتأخير، والظل ما بين ممدود ومقصور. جادي يقول: من لم يكن جاريا في سنة الهادي، وما لروضتها الغنى بمرتادي، فذاك زائغ قلب غير منقادي، إذا الجدار أمام الشمس ترفعه فلن ترى نورها في باحة الدار. جادي يقول: قرآننا يسمو بنا أن نستكين ونرقدا، فبه حفظنا مجد أمتنا فلم يذهب سدى، هذه الربوع به غدت خصبا وبلبلها شدا، قل للذين يعولمون الفكر عولمة الردى، ويقلدون المارد الغربي فيما أفسدا، ويهونون على النفوس سلوكه المتمردا، يا ويلكم كيف اتخذتم في المسير المرقدا، يا ثاغيا يا أرمدا، أتحب أن يبقى ظلام الليل فوقك سرمدا، عجبا لوهمك كيف غطى حسك المتبلدا، لتظن أن تقدم الإنسان أن يتمردا، اعلم بأننا لا نريد سوى العقيدة موردا. جادي يقول: سبل المعالي في الأنام صعاب، إن رمتها مشيا فهن عقاب، فمن العزائم صغ جناحي جارح كيما تطير لها وأنت عقاب. جادي يقول: يا أهل القرآن، إن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، ومن تخلق بالقرآن مجده، وأصبحت نفسه للناس قرآنا. جادي يقول: بحر المآسي ما له شاطئ، وزورق الصبر طريق النجاة، والفجر آت وإن طال الدجى زمنا، والماء يرجى إذا مسودت السحب. جادي يقول: الأخلاق الأخلاق يا أمة الأخلاق، هي القطران والأعداء جربا، وفي القطران للجربا شفاء. جادي يقول: عار على أهل الحفائض إن رأوا روغ الثعالب يزدرين الضيغم، ومن يبغي في شمس النهار غميصة فذلك مغموص وما هو غامص، إنه شواظ ثائر وسهم عائر وعقاب كاسر، على من يسخر بالشعائر والنبي الطاهر، من كل ثاغية راغية ناهقة عاوية ضابحة نابحة، من قاءت الأفواه منه بالبذي، وكأنه بدم الحجامة يغتذي، تريد خفض الطهر يمن الخنا،
البأس ألا أيها الجحش اللجيم وأرغم أنفك يا أخطل ودق خياشيمك الجندل إنك في الطعن على الأمين لواهن الظهر سخين العين معترض للحين بعد الحين يا ضبع الخلوة خنزير الملا وفي الملا طعامه ما في الخلا ماذا عسى يكون عض نملة وما يكون أيضا قرص قملة وزن بقة بأعلى النخلة يا ابن الدهاليز وابن السكك ويا ابن عجل لا يجي زوجي يرك وابن البغايا والفراش المشترك لأرسلنها عليك سبعا شدادا وألسنة حدادا ومددا ومدادا وجيش بيان لا يدع تلادا ولا وهادا ولا أبعث مني عليك عقاربا لداغة تعيا على الرقاء وأرجمكم بحرفي كل عام كرجم الناس قبر أبي رغالي وأرد أنف من ابتغانا مرغما ما زلت في الحرب الهزبر الضيغما وقد رمتكم علل اللكاعي فلم يعد لصرفكم من داعي لتأطرن متنكم أسياف من ساعدي إني أنا خفاف إن عدتم عدنا فكم أزلنا من ظالم إنا إذا لزلنا أشفق على قوسك لا أراها أحكمها العلج الذي براها ما زدت بين الخلق عن نهاق والصقر لا يخشى من اللقلاق ما موقع الذباب من ذناب لا تنجس الأنهار أذيال الكلاب أنتم خشاش الأرض أما أحمد فهو السماء فمن يطاول السماء أين النباح وإن تكاثر أهله من نيل بدر قسما فوق السماء فاخسأوا رغم أنفكم واسمعوها ولتموتوا بغيظكم يا شواني لقد رفع الله ذكره ورفعنا لك وأقسم الله بحياته لعمرك وزكاه في نون وإنك فمن يصد سنا شمس إذا طلعت من يحجب البدر إن شق الدجا وبدا والحق طود لا يحلحل ركنه ومكابرات المبطل سوافي. لو رجم النجم جميع الورى لم يصل الرجم إلى النجم هيهات فالشمس بعيد مسها فليبق مع بنات وردان الخنا هو الله كمل أوصافه وسماه بين الورى أحمد فما منقص فضله ساخر ولن يحجب النور لما بدا دمانا فداه وآباؤنا فما غيره اليوم من مفتدى. جادي يقول نحن الذين بحسن الخلق قد فتحوا أقصى البلاد وبالقصاص ساسوها إن محمدا صلى الله عليه وسلم فتح القلوب قبل البلدان والأرواح قبل الأشباح شهد له عقلاء أعدائه بذلك. يقول فولتير لما ذكر عنده بعض رؤوس الملاحدة قال العظماء هباء إذا قيسوا بمحمد إنهم لا يستحقون أن يكونوا صابغي أحذية عند محمد. إي وربي كأحمد لم تكن حملت جياد وما حمل العتاق على الرحال ولا وطئ البسيطة وهو حاف ولا وطئ البسيطة في نعال. جادي يقول الأفعال الأفعال أيها الرجال مقرونة بالأقوال فقول بلا فعل كبارق خلب وما المرء إلا كالشجيرة عوده يفنى وأما فعله فكتابه. إنه جادي من صبر غير عادي عاقبته كالماذي أفصل للصاد وجها بهيجا وللباء جيدا وللراء طرف فأكسوه ضوءا ولونا وعرف لأني جليس بيان وصرف أجوع لحرف وأقتات حرف يجاورني حرف نصب وظرف وألهج باسم وفعل وحرف خذوه عبهرا غضا وفيه خبايا من سحيق الزعفران إلى روضه الفتان لنلثم منه الثغور والأعناق ونفوز بالضم والشم والعناق طف بي بجاديه قد هدني تعبي واترك عناني فإني هاهنا أربي ودع فؤادي يمرح في مرابعه ففي مرابعه يغدو فؤاد صبي يا لائمي في ذاك غير مجربي دعني فإني قيسها فاستفتني لا أنتهي لا أرعوي لا أنثني حتى يكل النثر والموزون هيهات أوفي القول في خير الورى من بعد ما صدعت بمدح النون لكن أعيد القول فيه لعلني من تابعيه الفائزين أكون فعونا يا إلهي منك عونا أجرني من الإخفاق واسمح بمطلبي ولا تخزني يا ربي بين البرية. الجادي المدوف في صبر النبي الرؤوف عليه الصلاة والسلام يشد الشجي على رغم الخلي به جمعا وتثنية من غير إفراد لأنه راح أرواح وأجساد وروضه اليمن فيه رائح غالي صبره ما صبره والذي فلق الحب وأنبت الأب وذرى ما مشى ودب وهدى وأكب وسمى نفسه الرب من بيده النواصي وعلمه أحاط بالداني والقاصي وستره عم المطيع والعاصي وأنزل الغادرين من الصياصي إن صبره لا يجارى وثباته لا يبارى وحيد آماده وفذ أفذاذه ابتدع غريبة فقال لسان الحال نعمة البدعة هذه بلغ فيه الغاية ورفع الرايح وطار كل مطار وتغنى به راكب الفلك وحاد القطار وشهد به النص والحس والجن والإنس ولا ينكر طلوع الشمس
كالبحر والكاف إن أنصفت زائدة فيه فلا تحسبنها كاف تشبيه. صلى عليه بارئ العباد ما أمطرت سحب وسال وادي. كان صلى الله عليه وسلم أصبر العباد على التعبد والاجتهاد. لو كان صبر الناس جسما لم يكن لكماله إلا مكان الرأس. صبر صلى الله عليه وسلم على عبادة ربه صبرا يبقى لا يضل المتصف به ولا يشقى. فهو في تعبده عجب يعجب منه العجب، ولا عجب حين نعلم أن الله أمده بطاقة لا يدانيها طاقة أحد من البشر. تجلى صبره في استقامته على أمر الله ومواصلة العبادة في الحضر والسفر والصحة والسقم والسلم والحرب والسر والعلم، عبادة دائبة يقوم معها بشؤون أهله وأمور دولته ومصالح دنياه وآخرته مع خشوع وحسن أداء لا يطمح بشر إلى بلوغ مثله. فقل للذي يسمو لذيل غباره ظلمت العتاق الشيظميات فارفقي، وقرة عينه شاهدة ما زال يقوم الليل حتى تفطرت قدمه، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. صلى حذيفة رضي الله عنه معه ذات ليلة فافتتح البقرة فقرأها، ثم النساء، ثم آل عمران، يقرأ مترسلا مسبحا سائلا متعوذا راكعا نحو من قيامه، قائما قريبا من ركوعه، ساجدا نحو من قيامه، بصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، له في الليل دمع ليس يرقى وقلب ما يغب له وجيب. صلى ابن مسعود معه ليلة فأطال صلاته حتى هم ابن مسعود أن يجلس ويدعه من طول كثير معتادا. يقوم ليلة من الليالي ويقول يا عائشة ذريني أتعبد لربي، ثم تطهر وقام يصلي فلم يزل يبكي حتى بل الأرض من حوله، وجاءه بلال يؤذنه لصلاة الصبح ولم يزل يبكي، دمعه من خشية الله جرى في مصلاه يفوق الجوهرا. ووجد ذات ليلة شيئا فلما أصبح قيل يا رسول الله إن أثر الوجع بك لبين، فقال إني على ما ترون بحمد الله قد قرأت السبع الطوال، لم يحوي طرس مثلها كلا ولا رقم القلم. وفي ليلة بدر يقول علي ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تحت شجرة يصلي ويبكي ويدعو حتى أصبح، يتلقى الزاد من رب السماء طاهر القصد ملحا في الدعاء. هكذا كان